نروح لليابان، واليابان من الدول الصديقة لمصر. العلاقات المتميزة جدا اللي بتجمع مصر واليابان الحقيقة، يعني البلدين والتعاون والشعبين اللي بيكنوا لبعض كل الاحترام والتقدير، وده طبعا من الشعب المصري للشعب الياباني. وفي المقابل اليابان أيضا بتعتبر مصر دولة صديقة وهامة ومحورية في الشرق الأوسط. كان في احتفال طبعا اليابان باليوم الوطني في مقر إقامة السفير الياباني، وكان في عدد كبير جدا من الحضور والضيوف وعدد من الوزراء وممثلي السفارات. كان في حديث هام جدا عن العلاقات المصرية اليابانية، المشروعات اللي بتتم على أرض مصر واللي اليابان بتعمل عليها، هذه العلاقات زي ما قلنا المتميزة جدا اللي بتجمع ما بين البلدين. احنا معانا على التليفون سعادة سفير اليابان لدى مصر نوكي مساكي. أهلا بحضرتك سيادة السفير، ويلكم يور إكسلانسي. أهلا بسعادة على المشاهدين. أهلا بحضرتك. Would you tell us please about the National Day and the Egyptian Japanese ties. لقد أطال جلالة الإمبراطور الجديد العرش في الأول من مايو من العام الماضي باعتباره الإمبراطور رقم 126 من العائلة الإمبراطورية التي استمرت لأكثر من 2000 عام كأحسن عائلة ملكية وإمبراطورية في العالم متبقية حتى الآن. ولقد بدأت حقبة جديدة في اليابان تحت ولاية جلالة الإمبراطور الجديد، وهي عصر ريوا وتعني التناغم الجميل، ونسعى إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر خلال تلك الحقبة. هذا العام 2020 عام هام للغاية، حيث هناك حدثان كبيران. الحدث الأول هو دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020، والتي ستعقد بداية من يوم 24 يوليو القادم، ومن المكرر أن تشارك فيها فرق قوية من مصر، وفي مقدمتها فريق كرة القدم وفريق الجودو والكاراتيه. أتمنى أن ندعم ونشجع قويا الفرق المصرية واليابانية على الصيف. بالإضافة إلى ذلك، يصادف هذا العام مرور 30 عاما على توسيع استراتيجية التعاقد بين القاهرة وطوكيو. بتلك المناسبات نلاحظ بزيارة أكبر عدد من المصريين لليابان. أما الحدث الثاني فهو افتتاح المتحف المصري الكبير جيم. لقد قامت اليابان بتقديم حوالي 800 مليون دولار من المساعدات المالية، إلى جانب التعاون الفني مثل الحفظ والترميم. ويعد هذا المتحف مستحما من أجل الحضارة والتراث العالمي وليس فقط من أجل مصر. وسيتم أخيرا اكتمال هذا المشروع الضخم، ونتمنى أن يكون حفل الافتتاح هذا العام فرصة لتنمية علاقات الصداقة الخالدة بين اليابان ومصر. هناك أيضا العديد من الأشياء الأخرى التي يجب علينا القيام بها في مجال التعاون الاقتصادي، مثل المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إيجاست، ومطار برج العرب الدولي، وقناة بيروت الجديدة، ومستشفى أبو ريش الياباني. بالإضافة إلى زيادة تشجيع التجارة والاستثمار. شكرا جزيلا.
شكرا لحضرتك سعادة سفير اليابان لدى مصر نوكي مساكي، والحقيقة بشكره على يعني حديثه باللغة العربية. احنا طبعا كنا بنرحب بيه وبنسأله على الاحتفال بال يعني بالعيد الوطني او بعيد ميلاد الامبراطور الجديد، واحنا طبعا بنحيي شعب اليابان وقيادته على هذا الاحتفال. ايضا كان بيتكلم على العلاقات المصرية اليابانية، واحنا زي ما قلنا انه هذه علاقات قوية بتجمع بين بلدين، هذه يعني البلدين بيتمتعوا بثقافة وبحضارة كبيرة جدا. يمكن سيادة سفير كان بيتكلم على أكثر من حدث، كان بيطلب تشجيع إن شاء الله بإذن الله في أولمبياد طوكيو الفرق المصرية اللي موجودة والفرق اليابانية أيضا، كان بيطلب إن احنا نشجع، عندنا فريق كرة القدم، عندنا طبعا الجودو، ودي يعني احنا الحمد لله رب العالمين مصر لديها تاريخ طويل وعريق ومشرف في رياضة الجودو. نتمنى التوفيق لكل الفرق المصرية واليابانية زي ما سيادة سفير قال المشاركة في أولمبياد طوكيو. أيضا كان بيتحدث على هذا الحدث المنتظر أو المرتقب، وإن احنا كلنا كمصريين والعالم أجمع بينتظره، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. سيادة سفير أيضا كان بيتكلم على هذا التعاون المثمر في الجانب الاقتصادي، التوسع في المدارس اليابانية المصرية، التوسع في استخدام التكنولوجيا زي ما قلنا، يعني كبير جدا من العلاقات اللي بتجمع مصر واليابان. شكرا ليه مرة أخرى على حديثه لينا لأول مرة يعني باللغة العربية، وده يعني بنعتبره تقدير وترحيب كبير جدا. شكرا سيادة سفير.